إذن أهلا بكم ونرحب بالأستاذ حامد زايد. رغم الظروف يعني أبت نفسه إلا أن يصل ويشارك. أهلا بك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أحسن الله عداكم كمان يا أخي. الدوام لله يا أخي. إن شاء الله يعني أخونا إبراهيم السماني ربنا يتولاه بالرحمة ويجعله من أصحاب اليمين. اللهم آمين يا رب. نعم. فعالية التواصل الأسري، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا عن التواصل الأسري في الحلقة الماضية، أي. ونكمل الآن في الفعالية. تمام. يا ريت لو فلاش باك كمان جدا. يعني بين قوسين كده نرجع كده للحلقة الماضية. مية مية وافق بشدة. طيب وقع ولا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا. سعيد أنا كالعادة أني أكون معاكم في هذا الصباح الجميل، ونتمنى لكم أنتم والمشاهدين إن شاء الله سبت أخضر. يا سلام. طيب في يوم من الأيام قيص في يوم من الأيام في ناس قاعدين هم على الشاطئ وعايشين حياة بسيطة جدا. جاهم زول أعجب بطريقتهم في صيد السمك وكذا، فقام سألهم قال لهم أنا ملاحظ إنكم يعني بتصطادوا كمية بسيطة جدا من السمك، قدر حاجتكم بس، وبتمشوا بعد ذاك تقضوا وقتكم لعب ومرح وكذا 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 مع أولادكم وزوجاتكم وجيرانكم وأهلكم. فقالوا لي طيب يعني غريب في المسألة شنو يعني؟ قام قال لي مفروض تبذلوا زمن أكثر في الشغل، لأنه أنا متخصص في الاقتصاد وقاري في أحسن جامعة وكذا في العالم، فدار أديكم أفكار تفيدكم. قالوا لي طيب تفضل. قال لهم تزيدوا الزمن بتاع الشغل بتاعكم تصطادوا سمك أكثر. قالوا لي طيب ها، وبعدين؟ قال بدل تصطادوا سمك بوسائل تقليدية وعادية تطوروا الفكرة دي. ليه؟ عشان تصطادوا سمك أكثر زيادة، زيدوا بعد ذاك بتبيعوه، بعد ذاك بتربحوا وقروشكم تزيد، وترحلوا من هنا ذاته وتعملوا شركات كبيرة في الإنتاج، وهم صابرين عليه وها، وبعدين تبقوا عندكم أرصدة ضخمة جدا في البنوك الكبيرة، وبعدين. فقام قال لهم في النهاية الزول بيكون عنده رصيد ضخم، وتشوفوا جزيرة جميلة وتعيشوا فيها انتوا وأولادكم وتستمتعوا بحياتكم. فقاموا قالوا له طيب السيد الخبير، الحكاية دي بتاخد كم من الوقت؟ قال لهم يعني حوالي 25 سنة ممكن تصل الأعلى مستوى هو بيتكلم عنه. قال له طيب يا أخي، إذا حاجة أنا ممكن أعملها هسه الآن وأستمتع بحياتي مع أولادي وجيراني وأهلي إحساس السعادة، ليه بس أجله 25 سنة؟ أنا اتفقت مع صديقي المرة الفاتت إنه إذا حكينا قصة حقيقية أو رمزية ما نقوم نحلل فيها كثير، ما نفلفلها، لكن خلاصتها إنه التأجيل دائما يعني ما منه فائدة. يعني أنا تخيلت الصور طبعا من مناسبة، تخيلت صور تانية. أنت تخيلتها إنها حتنتهي بطريقة غير دي؟ أنا توقعتها كده. توقعتها برضو. الخلاصة تكون إنه يا أخي الاستمتاع بالحياة ما إلا بالمال، يعني البساطة ذاتها ممكن تشعر الإنسان بنوع من الراحة، وقادر يعيش يومه بتفاصيله البسيطة دي، لكن سعيد مع أسرته بالضبط وحياة ماتعة. يعني ما هي دي السعادة ذاتها، إنها تتبادل الحاجات دي مع الآخرين. في مانع يا حامد إنه الاثنين يمشوا مع بعض؟ لا يمشوا مع بعض ما في مشكلة، إنه حنتطور ونتقدم ونكون محافظين على تواصلنا وحاجات. طيب هي السعادة مهمة إنك تعيشها ما تأجلها. عشان كده احنا بنشوف في مجتمعنا ده كثير من الناس، مثلا تلقاه هو زول عنده بيزنس، مثلا عنده شغل وعنده قروش، لكن ما سعيد. لا انا داير امشي في اتجاه ثاني شويه، بس معليش. هو سعيد او شايف نفسه سعيد، ولكن في قراره نفسه عارف انه هو ما سعيد. ليه؟ لانه برنامج روتيني جدا، بيصحى الصباح من فراشه لشنو؟ جري على الشغل، من الشغل تاني جري على البيت. لو تناقشت مع النوع ده من الناس حيقول لك شفت انا هسه باذل مجهود وكذا، لكن ان شاء الله كذا 10 سنة
بعيشة ملك، غير بعيشة مرتاح، بعيشة كذا كذا. ده كله طبعا ده غش على حساب أولاده، على حساب أسرته، على حساب أصدقائه، على حساب يعني زول وقته مليان زي ده. ممكن يدي أهله شنو، ممكن يدي أولاده شنو، ما بيلقوه. ما ده نظرته كمان انه الضغوط الموجوده الان، الغلاء الحاصل المساله دي، دوام واحد مو بكفي الا دوامين، او دوام رسمي وبعد ذاك عمل خاص مثلا، فبحاول بقدر الامكان يجتهد في الحياه بحيث انه يوفر لاسرته مثلا. هل دي تديه مبرر انه ما يتواصل معاهم، ما يبقى قريب منهم، ما يعيش معاهم؟ اذا بيطلع هون نايمين ويجوا هون نايمين. مشكلة كبيرة والله، مشكلة كبيرة. نحن بنعاني إلى حد ما من حاجة قريبة لدي يعني بأسباب كثيرة، لكن موضوعنا الأساسي التواصل، التواصل فعالية التواصل الأسري. كمان. أنا حابي زي ما قال محمد فعالية، يعني نركز على الكلمة. أنت ذكرتها أستاذ حامد سابقا 3 أنواع تقريبا. أنواع التواصل أيوة، ولا أنماطه؟ هي طبعا كثيرة. الأنواع عشان نذكر الناس بها وهي مهمة والله. كويس والله إنك أنت لفتت نظري، لأنك تربط الماضي بالأقصد الحلقة اللي فاتت بدي، وأنا أفتكر ده فهم كويس في التسلسل للزول اللي بيتابعنا وكده. لأول مرة اللي بيتابع لأول مرة الفقرة دي، اللي بيتابع لأول مرة أو تابعنا المرة اللي فاتت، برضه نحن سعيدين بهم كلهم. اللي بيتابع المرة اللي فاتت ذكرناه وكيف يفعل الذاكرة وكيف ينشطها مع يا أستاذ الأسماء سلام، المصري. بالله كان ده كان تكلمنا على موضوعكم عن تكلمنا على الذاكرة وتنشيطها. مهارات تنشيط الذاكرة، أيوه. ما حينسوا معناتها. لا لا، ده كلام حيكونوا رابطين اللي هي في معنى نرتقي، ما نرتقي وهنا هسه مزيد من الحب، دي نفعل مزيد كمان من الحب، مزيد مزيد من كده الحب. من الحب، وكلهم بيمشوا مع بعض بالمناسبة. لما نرتقي لما نرتقي، نزيد الحب نرتقي. لما نرتقي بنزيد الحب برضه. كويس. لما نرتقي بتواصلنا الفعال ما بين أفراد الأسرة. الفعال دي، الفعال دي طبعا هي الحاجة المهمة جدا. ما التواصل زي ما عرفناه المرة اللي فاتت إن هو تبادل، تبادل مشاعر، تبادل معلومات، تبادل حاجات كثيرة تكلمنا فيها كثير، ما حنقوم طبعا نقوم نكرر ثاني. التبادل ده لما يحصل على مستواه الأدنى ممكن نسميه تواصل، لكن لما يحصل مستوى أعلى ده حنسميه شنو؟ فعال. ده في التواصل. أما الفعالية عموما بتيجي دايما معاها تومتها اللي بيسموها الكفاءة، دايما بتيجي كده. لو قلت الكفاءة تقول معاها طوال فاعل. الفاعلية. فتعريف الكفاءة هي إنها عمل الأشياء بطريقة صحيحة. أما الفاعلية فهي عمل الأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة. ده في فرق هنا بسيط بين الفعالية والكفاءة. طيب بس ناخذ اتصال ونجي نخش في الحاجة اللي بعدها. ممكن معانا ام عبد الله. أم عبد الله من عطبرة. مرحبا. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تحية للدكتور وحيو، يعني انه مزكت من عطبرة. يا هلا. مرحبا بك حبايبي. تمام والله الحمد لله. اتفضلي. تمام والله. بتتكلموا عن التواصل الاسري ولا؟ اي فعالية التواصل الاسري، يعني شكله يكون عامل كيف عشان ما اقدر بعدك نحقق مزيد من الحب بين افراد الاسرة. يعني فوائد التواصل. ايوه فوائد التواصل. ايوه تمام والله. في البدايه كان في صله رحم، مش تواصل الاسري. يعني انا داير اقول لك حاجه يا ام عبد الله، انت خلي اربطي لنا ما بين فتره سابقه افراد الاسره كلهم كانوا في بيت واحد، الان بدوا شويه كده، يعني اي واحد بيتزوج خلاص بينفصل بحياته بعيد كده، يعني اخذ لنا النماذج دي واثرها في ترابط الاسره، ودورها كمان برضو في انه الناس اللي يتواصلوا هل بالتليفون هل بالرسائل بس، وقارني ما بين الناس قاعدين في بيت واحد شكلهم برضو تواصلهم، بيصحوا من الصباح مع بعض، بيشربوا الشاي مع بعض، بيفطروا مع بعض، بيتغدوا مع بعض، اذا كان يوم عطله التقائهم في حميميه في التواصل بيناتهم، ما في مشاكل. تعليقك واربط لنا ما بين الحاجتين دي زمان وهسي. والله انا يعني في نحن لحس التواصل الاسري ده عندنا مستمر، عندنا مستمر بريزه، يعني الحمد لله، يعني حتى بيت الاهل يعني زي بيتنا، مطبخنا حتى
لا يدون اي حاجه يعني. عندنا الحاجه دي ما وقفت في عبره يعني نحن في عبره نحن من العبيديه والباوغا والكسل وكلها جميع الولايات دي، لكن بقول لك ناس الريف، ناس الريف ليها السيد دي عندنا ما وقفت صح ولا بتجيب، لانه نحن بنحتضر عباده. يا سلام، يعني التواصل ده بنحتضره. وبعدين فوائد التواصل يعني فيه حميميه وفيه استعداد نفسي وفيه زياده من الخبرات وفيه نصح. يعني انا الليله خالي بنت عمي بتنصحني يعني في اي لحظه ممكن اخش بيتها، يعني ان شاء الله لو جيت الخرطوم ان شاء الله جيت الساعه 1 بالليل، يعني لو الباب اتعطل بي انا بخش بتدخيني. لكن انا مثلا زول ما بعرفه احتمال ما يدخلني بيته، صح ولا ما صح؟ صحيح. يعني تواصل الاهل ده نحن بنحتاج له، وفيه فوائد كثيره زي ما قلت لك. انا ممكن يعني قريبتي دي تنصحني تقول لها يا اخي الحاجه دي ما تعمليها، لكن انا لو صاحبتي ساري كده ما ممكن يعني تقول لي الكلام ده. يعني فوائد التواصل كثيره، فيها حميميه وفيها يعني استعداد نفسي وفيها يعني فيها عزه ذاتها وفيها صله رحم. يعني تحتمر عباده، يعني دي حاجه ما سهله انه الواحد لها ليكونوا مواصلين مع بعض. دي يعني دي انا بحتضرها من الاسر القيمه، فيها قيم سودانيه. جميل. طيب فيها قيم سودانيه، لكن الاسر لما تكون ما متواصله انا بحتضرها اسر مفتقه، وبحتضرها انه هم ما عندهم نوع من العباده. فيها سلبيات كثيره يعني عدم التواصل. تمام صحيح صحيح. طيب شكرا جزيلا لك اخونا ام عبد الله من عطبر على المشاركه والاضافه، شكرا جزيلا. وان كان هي تحدثت عن درجه يمكن تكون اقل من الدرجه المطلوبه في التواصل النحوي نفسه، يعني هي تناولت الصله. نعم، يعني صله الرحم او الصله عموما، لكن حتى التواصل نتكلم عن اللي هو نقل المعلومة، أنت زي ما ذكرت نقل المشاعر، نقل الأحاسيس، ممكن حتى من غير مفردات من خلال إيماءات، دي كلها بتدخل معانا في التواصل. نعم يا سلام. طيب أنا شاكر جدا لمشاركة الأخت أم عبد الله. المرة الفاتت برضو شاركت معانا بحاجات حاجات قيمة وكويسة، يعني بالحياة والله. الله يبارك فيك. اللي هي اتكلمت عن أهمية التواصل وأهمية الصلة وكذا، ودي نقطة حساسة جدا، وتكلمت عن معوقات التواصل، يعني إذا حصلت معوقات نتائجها بتكون شنو. نتائجها قالت بتكون إنه، وأنا أتفق معه، إنه إذا التواصل ضعف بتكون الأسرة مفككة، فجوة، أسر مفككة. بالتالي وإذا التواصل ضعف أو ما كان فعال بيبقى في عدم ثقة بين أفراد الأسرة، ولقدام بتنقطع صلة الرحم ذاتها إذا التواصل كان ضعيف. عشان كده هي هسي قالت في القرى، وبعد شوية نقلت حتى أهل في الخرطوم مستوى التواصل بتاعه معاهم عالي، حتى لو جات في منتصف الليل أو وقت مزعج أو كده برضها ما عندها مشكلة. تحسس او مشكله او كذا تجاه القضيه دي. مشاركه كويسه. اي والله بالحقيقه. نخش للانواع الثلاثه الفعاليه، انتهينا منها خلاص، اقتنعت بالحكايه دي. عايز اضيف انا عايز اضيف حاجه بسيطه. مثلا تبادل المعلومات. اذا انا هسه عايز اتواصل معاك مثلا مباشر كذا او بتلفون او كذا، اللي هي المعلومة انه انا قلت السلام عليكم وكنت مرسل، انت هنا متلقي او مستقبل. عليكم السلام. لو انا قلت السلام عليكم هنا، ده حصل جزء من عملية التواصل. اذا انت قلت وعليكم السلام وانا ما سمعتها، هنا حصل التواصل ولكنه ماله ناقص. يلا التواصل لما يكتمل بالرد ده، هنا ده تواصل شنو؟ فعال. عشان كذا نحن لما ألخص الحتة دي وأطلع منها سريع، إنه هو تواصل بيعني تبادل المعلومات، وبتكون عنده مكونات اللي هي مرسل، مستقبل، رسالة، قناة اتصال. أهم حاجة في التواصل الأثر الرجعي للرسالة،
وتعريفها انه الاثر الرجعي للرساله هي النتيجه التي تحصل عليها انت من المخاطب. بالتالي اذا انت عملت رساله وما جاءت نتيجه هنا هذا التواصل ما عنده فعاليه، تواصل غير فعال. عشان كذا اذا عايز تجود التواصل بتاعك ويكون تواصل جيد زي ما انت سميته او تواصل فعال زي ما الان اسمه عندنا هنا، انك انت تنتبه تنتبه لرسائلك. بالتالي ده يتطلب انك تغير من رسائلك او اتصالاتك اذا عايز نتيجة مختلفة. اذا انا عملت رسالة وجات نتيجة، اذا عملت نفس الرسالة حتكون شنو؟ نفس النتيجة. ايوة. بالتالي عشان يكون اتصالك فعال دائما تغير من ادواتك، من اتصالاتك، من الاشياء دي عشان تحصل نتيجة ممتازة تعتمد على الاثر الرجعي للرسالة. ويمكن قدرت اوصلها الحكاية دي جدا واضحة. يعني يمكن يكون ده اللي بيميز، انا عشان اكد لك انها وصلت، ده اللي بيميز انه بعض الناس يقول لك يا اخ والله يا اخي ده فلان ده ما شاء الله يعني مؤثر في الناس. ايوه قادر يعمل تأثير، قادر يحتوي الناس. ايوه صح. ايوه بالضبط كده. لا 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 خلاص ضبطت. في دي بتذكر لي حاجة صغيرة، انه في زول شغال عامل مع شخص في بيته، بيت كبير، وصاحب الدار ما عنده تواصل مع الزول العامل ده، لان كان بيجيب له الاكل طوالي، بيجيب له الاكل.